شايف الدورة المجمعة التانية هتكون ازاي؟ بصي برضو الفرق خلاص، الفرق اللي عملت ماتش كويس هتبقى جايه عايزه تكرر اللي هي عملته، بس انا شايف بقى ان يعني في شويه اخطاء ممكن تتعالج. يعني انا لما اوصل ان انا خالق تيرن اوفر من الفرقه اللي قصادي، او لو سمحت روح خلص، يعني روح خد الكره فاست بريك، روح حط باسكت، عندي فاول شوت لازم اروح اخلصه، ما تسيبش الفرقه توصل معاك. يعني انت كنت 15 بونت في اول 5 دقائق في الكوارتر الرابع مع القناه، ما يجوش يوصلوا 20 بقى 25، ما تخليش الفرقه تقرب منك. بالنسبه لفرقه الاتصالات، يعني انا شايف محتاجين بس يعني ايه يراجعوا طريقه الضغط اللي ضغطوا بيها على بعض اللعيبه في الاتصالات. يعني علي هشام اخو عمر هشام عمل ماتش عظيم امبارح، جايب 18 بونت ما شاء الله. يعني او 16 بونت. هو لعيب متحرك جدا وبيروح للحلقه، فما هوش شوتر، فيعني ممكن الضغط ما يبقاش مجدي معاه. هم شافوه امبارح هم بيضغطوا عليه بيوصل للحلقه، فيعني اعتقد ان هيحصل شويه تعديلات في طريقه مسك بعض اللعيبه. في اكيد كابتن مرعي يعني محاضره فيديو ان هم 100% يتفرجوا على الماتش مره كمان، هيبدا ان هو الموضوع خلاص يعني هو عارف انت اللقطه، بس بتاخد اللقطه الاولانيه 100% وتشوف الدنيا فيها ايه والمشاكل فيها ايه. وارد يعني عايزه اقول لك ان معظم الفرق لما بتيجي تبدا السيزون الدنيا ما بتبقاش احسن حاجه. احنا السنة اللي فاتت هليوبلس كسبنا الاتحاد أول ماتش في السيزون يعني. اصلا فبصي الطيران لسه كسبان سبورتنج أول امبارح. وبتقولي مش عارفة مين كسب، الاتحاد كسب الطيران ولا مين اللي كسب الطيران فرق باسكت؟ الجزيرة كسب الطيران فرق باسكت. وخلي بالك برضه لما كل النتائج يعني، ولما تبص على السكور 64-62، وعلى يعني فكرة كل اللي بنقوله ده مش مبرر خالص، لأنه طبيعي إن الزمالك يخسر من الاتصالات. لا احنا بس بنحاول إن احنا لا مش من أول ماتش بقى نبدأ إن احنا زي ما بيقولوا كده بلغة الرياضة نسخن ونبدأ لا وإزاي يعملوا كده وإزاي الدنيا تبقى لا، هو مش مبرر أكيد إن الزمالك يخسر من الاتصالات، لكن الدنيا لسه الظروف، الدنيا لسه المحترف لسه ما تسجلش، خالد عبد الناصر ظروف تجنيد، انت في بدايه الموسم بتجيب لسه التوب فورم بتاعتك، مش عارفه مهاب مصاب، فاحنا بس ايه يعني هو ده اللي بنتكلم فيه، لكن هو مش طبيعي عشان بس الناس بتطلع تقول لك ايه انتوا بتبرروا الخساره. لا ما بنبررش، بس لا هو بنتكلم مع بعض ان لسه الدنيا يعني بسيطه، احنا في الاول بنعاني. هو ما يبقاش طبيعي لو احنا بقى مشينا في نص الموسم ومشينا شويه بالظبط، واحد بقيمه كوتش كده مرعي بتقله يعرف يعالج الدنيا دي على طول، في تمرينه اتنين تلاته هيبدا يجيب الناس تاني ويلم الموضوع كله يعني حتى في ظل الغيابات دي ان شاء الله. 100% طيب علشان تتدارك فكره مباراه الاتصالات ونفسيا بقى تبقى نازل، لا انا اللعيبه المفروض تعمل ايه يعني علشان انا ما افكرش بقى في الاتصالات واركز في الدوره المجمعه اللي جايه، يعني الجهاز الفني المفروض يعمل ايه او هيعمل ايه مثلا من وجهه نظر حضرتك؟ لا هو كابتن مرعي 100% هيشتغل على النسب الثلاثه بونت دي، لان طبعا اي حد هيجي يلعبك لو لقى نسبك مش كويسه يعني هيتعبك في الديفنس. يعني لعيبه الزمالك عمر هشام كيجو وليد عبد الجواد بيحبوا يروحوا للحلقه، وده باين من الارقام. انت لما تاخد 43 فاول شوت يبقى يعني رحت للحلقه، انت واخد 20 فاول تقريبا وانت رايح للحلقه. بس عشان تعمل كده لازم يحصل بالانس مع الثلاثه بونت. لو انت بتعمل الارقام دي بقى والثلاثه بونت انت جايب لك 10 ثلاثات 11، وهم بالمناسبه واحنا في بطوله الجيزه كانوا جايبين، يعني احنا وهم بيلعبونا جايبين 10 12 ثلاثه بونت عادي يعني. يعني هو سبحان الله دروب حصل كده. انما الطبيعي بقى ان لو اشتغلوا شويه على النسب واشتغلوا شويه على استغلال الفاست بريك لازم. انا لما برضه فكره انك بتبدا الموسم، انتوا عندكم شويه الموضوع نظامه غريب في الباسكت يعني، بس طبعا كل اتحاد وليه سياسته يعني، لكن فكره انك بتبدا برضه الموسم بدوره مجمعه ده بيبقى برضه مش اسهل حاجه على اللعيبه يعني، غير لما تبقى الدورات المجمعه في الاخر بتبدا بدوره مجمعه تلعب 3 ماتشات ورا بعض، برضه لسه اللعيبه ما خدتش على كنا زمان بنلعب سبت وثلاث بالظبط، فبيبقى في وقت الهاندبول مثلا بيلعبوا خميس وجمعه كل اسبوع بيبقى او في وقت ان انت لو الجيم حصل فيه دروب تلم نفسك في يومين وتمرين وبتاع، انما هنا انت الثلاث ايام ورا بعض فانت ما بتلحقش. هتتعود عليهم على فكره، هو ده طبيعي احنا اتعودنا هتعود عليهم، بس يمكن اول دوره مجمعه لسه انت الناس بتجس النبض كده. ما انا بقول لك بصي الفرق كلها عامله سلو ستارت كل الفرق، ولكن حظ فرق ان هي معاه يعني اتسطرت معاه شويه والدنيا مشيت. صحيح. مع 64-62 دي للجزيره والطيران كان وارد 3 بونت في الاخر خسر الجزيره. بالظبط. هيعمل ايه؟ بالظبط.